اهلا وسهلا بكم في اليمن. اصل الحكايه لا تخلو اي ثوره من دروس الكفاح والاهداف. الكفاح المتعلق بالمسلك الثوري وحركه الشعب المقاوم من اجل الحريه والتحرير ورفض كل اشكال الهيمنه والاستلاب، كانت تلك اشكال استبداد داخلي او احتلال خارجي. تبرز العديد من دروس الكفاح غير ان اهمها الاراده الشعبيه. الاراده الشعبيه المتعلقه بالحركه التي تعبر عن قرار الشعب في الانعتاق وتحمل دلالات كثيره، من بينها ان الشعب حسم امره تجاه قضايا كبيره واهداف عليا لها علاقه بوجوده السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ثورة أكتوبر واحدة من أهم تلك الثورات التي تحضر فيها دروس الكفاح والأهداف، وتحضر فيها الإرادة الشعبية التي تشير إلى عبقرية بالغة الأهمية والتأثير لها علاقة بوضع الشعب في جدول أعمال التاريخ مجدداً. لا يقتصر الأمر في ثورة أكتوبر على ضخ الشعب إلى قلب التحولات التاريخية فقط والإعلام من شأنه، كما كان يجسد ذلك خطاب الثورة والأغاني الوطنية التي شكلت وجدان الشعب الثائر، بل شمل المسلك الثوري مسار ثوري ومسار وحدوي أيضا ركز على تأسيس الدولة الوطنية والمجتمع الوطني. لا يمكن لأي شخص أن يتطلع وهو يقرأ ويتابع بواسطة الإنترنت عملية السطو والقرصنة التي حصلت لأهداف ثورة 14 من أكتوبر، حيث تم حذف أهداف كانت تنص على النضال من أجل وحدة الشعب اليمني، وتم استبدالها بهدف آخر وهو إعادة توحيد الكيانات العربية الجنوبية نحو الوحدة العربية والإسلامية على أسس شعبية. ويعتبر هذا التحايل وسيلة من أجل التبرير لمطالب التجزئة وإنكار الوحدوية أبطال ثورة أكتوبر الذين كان لهم هذا الهدف نصب عينهم في اللحظات الأولى، وفي أيضا تمخض الثورة بعد خروج آخر جندي بريطاني من عدن في 30 نوفمبر 1967. اليوم ونحن في تلك المرحلة المهمة التي تمر بها اليمن التحولات الكثيرة، ما يزال الإصرار والتناقض الكبير ومحاولة تشويه أهداف ثورة 14 من أكتوبر حاضر، كما هو الحال في محاولة تشويه ثورة 26 من سبتمبر واستبدالها بتاريخ مزيف ومزور. الأغنية الشهيرة التي انطلقت مع الثورة وكثير من أغاني الشعبية كانت أشبه بالذاكرة الشعبية التي تم حفظها وتحولت لغنائيات وطنية بالغة الحجم والتأثير، لا يقتصر دورها على تشكيل الوجدان لكن يقتصر دورها أيضا على بناء الذاكرة اليمنية. أغنية قائد الجيش البريطاني مسيكين ارتبش، يوم 20 الأغر ضيع صوابه، يوم جاه العلم بالهاتف إلى بيته غبش، شل بابوره ولما دخل جوله احتوش، ما قدر يوصل إلى خيمة صحابه، كيف بايوصل وصوت المدفع الرشاش رش، من جبل شمسان يصليهم عذابه، طاح في قوات جيشه قال قوموا يا حوش، بعد ما حد منهم رد الإجابة، بس ما حد منهم رد الإجابة، قائد الجيش البريطاني مسيكين ارتبش، يوم 20 الأغر ضيع صوابه، طاح في قوات جيشه قال قوموا يا حوش، بس ما حد منهم رد الإجابة. هذه الغنائية العظيمة التي شكلت الوجدان الثوري والتي شكلت نوع من أنواع المقاومة المعنوية في مواجهة قيادة الجيش البريطاني تعكس كم كانت هذه الثورة مليئة بدروس الكفاح. لا تزال الثورات اليمنية حاضرة في صلب الصراع السياسي بحسب كتابات عديدة ومن بينها كتابات معنى دماج، كما هو الحال في تقدير إنجازاتها وإخفاقاتها ومصائر الأهداف والوعود التي وعدت بها الشعب في شمال اليمن وجنوبه. مفارقات أخرى يمكن تسجيلها عند الحديث عن مصير 14 من أكتوبر في جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني، والتي انتهت باستقلال كامل وناجز في 30 نوفمبر، وهي كثيرة جدا، توحيد أكثر من 25 سلطنة ومشيخة في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية حينذاك، وإقامة نظام اشتراكي تقدمي كان النظام العربي الوحيد الذي حصلت فيه تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة أنجزها في تلك المرحلة، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، على مستوى الحقوق،
على مستوى المرأة، على مستوى العدل، مع طبعاً بعض الملاحظات التي من بينها الشمولية السياسية. أيضاً نجاحها في تأسيس هوية مواطنة جديدة ومتساوية، ومحاولة إذابة الفوارق المناطقية والعشائرية في الجنوب الذي كان يتكون أكثر من 25 سلطنة ومستعمرة في عدن بحدود وعلم وأسر حاكمة، وأيضاً كانت بعضها لديها عملات أخرى. مارس النظام ضرباً متشدداً من محاولة إلغاء هذه الفروق، ألغاء أسماء المحافظات والسلطنات في البداية، استبدلها بالأرقام، إلا إن هذا الأمر فشل في تدبر الصراعات والاختلافات بين الأجنحة المختلفة بشكل سلمي، أفضى إلى دورات متعاقبة من الصراع العنفي. هذا الصراع العنيف بحسب المرويات قسم ظهر الكيان السياسي في تلك المرحلة والدولة الوطنية. أيضاً تم القضاء أيضاً على أغلب قادة الثورة التاريخية، ليصل الأمر إلى الكيان السياسي أن يدفع باتجاه تأسيس الوحدة. كانت دائماً للشهادة التاريخية مقدمة وحاضرة في أهداف الكيان السياسي الموجود في الجنوب اليمني. الوحدة مع نظام علي عبد الله صالح في الشمال عام 1990 كانت بحسب المرويات التاريخية عاقبة استعجال وسوء الإعداد لها، وأيضا غياب الرؤية الواضحة والشاملة التي انتهت في نهاية المطاف إلى حرب صيف 94. الثورة الحاملة للمشروع الوطني على الرغم من الشعارات الكبيرة التي قادت إلى توحيد العديد من الكيانات وصولا إلى دولة الوحدة في الشمال وفي الجنوب، وأيضا رسمت مشروع المواطنة اليمنية الواحدة والمتساوية، اصطدمت بالهويات ما قبل الوطنية عند كل منعطف وصراع. في نقطة مهمة جدا من دروس الكفاح أيضا هي واحدية الثورة اليمنية، وبالذات في الارتباط الوثيق بين ثورة سبتمبر وأكتوبر، والذي يعكس الشعور الوحدوي والنضال الوطني لأبناء اليمن الواحد. ثورة 26 سبتمبر في شمال اليمن كان لها دور بارز ومؤثر وحيوي في الثورة 14 من أكتوبر، كما كان العدن دور كبير جدا في التحضير والتهيئة لثورة 26 سبتمبر، وبالذات فيما يتعلق بإعداد القيادات الوطنية. نجاح الثورة في الشمال وإسقاط نظام الحكم الإمامي الكهنوتي والإعلان عن قيام النظام الجمهوري كان ذلك مهد الظروف بشكل جميل جدا لانتقال الكفاح المسلح في الجنوب من التنظير إلى التطبيق العملي. ثورة 26 سبتمبر عملت تحول كبير جدا في الوعي السياسي والوطني والثوري عند الجماهير في جنوب الوطن، وبالذات المتابعين في تلك المرحلة لتلك التحولات. كان النظام الجمهوري في صنعاء هو الخلفية التي استند إليها الكفاح المسلح في الجنوب في نضال ضد الاستعمار البريطاني. كان أيضا أبناء الحركة الوطنية في الشطر الجنوبي الذين دافعوا عن ثورة 26 سبتمبر عملوا أيضا على عرقلة التخريب البريطاني والملكي القادم من الجنوب. هم الذين أيضا قاموا بعد سبتمبر بحوار في صنعاء في شهر مايو 1963 ما عرف بحركة القوميين العرب، تنظيمات سياسية أيضا سرية كانت أيضا لها علاقة جيدة بالحركة الوطنية. في هذا اللقاء تم تشكيل الجبهة القومية لتحرير الجنوب على أساس يمني، وبالتالي انطلاق الكفاح المسلح الذي شكل بداية ثورة 14 من أكتوبر في الانطلاق من جبال ردفان بقيادة راجح غالب لبوزة. هذه الدروس المهمة جدا، دروس الكفاح، يحتاج العقل اليمني ويحتاج الجيل اليمني الجديد إلى استلهامها بشكل كبير وبشكل واضح، وبالذات في المراحل الحساسة التي تعيشها بلادنا، حيث أن دروس التاريخ مهمة جدا، وأسوأ ما تعانيها الشعوب وبالذات عندما يكون لها قرار بالتحولات السياسية هي الأمية التاريخية، وإعادة قراءة التاريخ بوعي سياسي، لأن التاريخ يعيد تكرار نفسه في كثير من النقاط المفصلية. مشاهدي الكرام، للتوسع في هذا الموضوع إليكم بعض المصادر والتي أيضا استقينا منها هذه الحلقة، ومن بينها أدبيات ثورة أكتوبر ومقال لمعن دماج منشور في العربي الجديد يتحدث عن الثورات اليمنية. نذهب وإياكم لمشاهدة لقطات من ثورة التحرير في الجنوب اليمني مصحوبة بالأغنية الشهيرة قائد الجيش البريطاني مسيكين ارتبش للفنان اليمني الكبير محمد مرشد ناجي. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على ملكوت حمير وسبا.
غلا غلا لبال أهمال غلا لبال غلا غلا لبال أهمال عايز الجيش البريطاني مسكين ارتباك يوم 20 الأغر يا صواب يوم يجاهل العلم بالهاتف إلى غيث وغيث